أخ يسأل سؤال يا أخوان ننتبه للقضية هذا، أخ يسأل سؤال يوام أديته ولكن أخالط ناس من هالدين المطالعة وأجد منهم بعض التصرفات. الجواب لك ولغيرك ولي وكل من يشاهد، لا تجعل قدوتك مطوع ولا شيخ ولا دكتور لأنك تتعب، وهؤلاء بشر. لكن اسمع الجواب، اجعل قدوتك من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة ايش؟ خلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ايش قال بعدها؟ عضوا عليها، عضوا عليها بالنوار، عض عليها. فيا جماعة لا تخلي قدوتك شخص، خل قدوتك محمد لأنه هو المعصوم، لأنه هو الصادق المصدوق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وكل من حضر وكل من ساهم في هذا اللقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أسأله جل وعلا أن يقال لنا في آخر المجلس قوم مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.